الجدير بالذكر أن كل هذه الترجمات كانت قبل دخول الإسلام، يعني كانت موجودة من قبل. تمام. يعني هاي الترجمات مهم جدا نعرفها، لأنه البعض بهاجم صحة الكتاب، ورح نأخذ طبعا حلقة خاصة في الموضوع. بس إذا ممكن أضيف بعد إذنك أنه اكتشافات مخطوطات قمران تمام. في البحر الميت، يعني اكتشفوا الكتاب العهد القديم، وأهم اكتشاف هو مخطوطة إشعياء تمام. النبي اللي هي بتشبه نفس الكلام الموجود بين إيدينا، وهذا إن دل على شيء، بدل أنه الله ساهر على كلمته ليجريها.